مرحبا، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم راح تكون عنا تجربة عن Solubilization of Mefenamic Acid. Mefenamic Acid هو من نوع من أنواع الدراج، بندرج تحت عائلة الإنسايد اللي هم النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج. هدول الإنسايدز عبارة عن دراجز لهم أنتي بايريتيك إفكت، يعني يقلل درجة الحرارة، ولهم أنتي إنفلاماتوري إفكت، وبرضه كمان بيساعدوا في تسكين الألم مثل الأسبرين. عائلة كبيرة بتندرج تحتها مجموعة كبيرة من الأدوية، من ضمنها الميفيناميك أسيد. الميفيناميك أسيد عندها له مشكلة اللي هي السوليبيليتي تبعته قليلة جدا في الأكيوس ميديا، فبالتالي هي عملية الأبزوربشن تكون ديسولوشن ليميتد، فبالتالي بنحتاج وقتها إنه نستخدم طرق نغير في الفورميليشن نفسها عشان نقدر نزيد الهيدروفيليسيتي، او نزيد على الاقل الفورمولا تكون سوليبل اكتر في الاكيوس ميديا، وبالتالي الابزوربشن ما يكون فيه مشاكل من ناحيه الديسولوشن. الاوبجكتيف لهي التجربه هي ايفالويشن ل ديفرنت ابروتشز عشان تسوليبلايز ويكلي اسيدك دراج اللي هو الميفيناميك اسيد. اول طريقه رح نستخدم البي اتش سوليبيليتي بروفايل. رح نعمل different buffer systems. البفرز رح يكونوا ب بي اتش مختلفة، اشي 3 4 لحد 8 و 2، ونشوف انو اللي افضل solubility عندها. Solubility at constant pH and variable concentration of a co-solvent. رح نشوف تأثير اضافة co-solvent اللي هو عنا رح نستخدم الايثانول في حالتنا بي اتش ثابتة تكون، ونشوف تأثيره على السوليبيليتي تبعت الميفيناميك أسيد at different concentration of pH. هلا قبل ما حكينا الدراج يصير له يصير يركب على الريسبتر ويصير في يعطينا الثيرابيوتيك افكت تبعه، لا لازم يصير له ديسولوشن ويكون ديزولد في البيولوجيكال فلويد حوالين هذا الريسبتر. فبالتالي السوليبيليتي امبورتنت فاكتور في عمليه الامتصاص وفي الانديوسينج ثيرابيوتيك افكت. عندنا مشكله من هاي الناحيه، ان تقريبا 40% من الدراج كانديديتس الموجودين عندنا عندهم مشاكل بالسوليبيليتي، فبالتالي عمليه الدراج ديسكفري والانفستيجيشن لها محكومه في انه يكون السوليبيليتي لها عاليه. يعني نشترط بعض الاحيان انه يكون سوليبيليتي الدراج عاليه، اذا كانت قليله بنحاول نحسنها، غير هيك ما بينفع ان يكون الدراج افيلبل للماركت انه يشتغل، انه ما حيعطينا اي ثيرابيوتيك افكت له. The oldest rule for solubility production is like dissolves like. Water is a unique biological solvent and aqueous solubility is one of the most important physicochemical properties. Aqueous solubility is also a key factor in the designing of oral, parenteral and ophthalmic formulation of poorly soluble drug. فبالتالي لانه عندنا الميديا تبعت هاي الروت اوف ادمنستريشنز الاورال، البارنترال اللي هي بالحقن، الاوفثالميك للعيون، لازم يكون السوليبيليتي لهم للدراجز هاي عاليه، غير هيك ما راح يصير اصلا، راح تكون كلها كونسنتريتد في محل معين، ما راح تعطينا الافكت اللي بدنا اياه. هلا السوليبيليتي هي عباره عن ماكسيمم كونسنتريشن او الماكسيمم كوانتيتي فور دراج ديزولد ان جيفن فوليوم اوف سولفنت اور سوليوشن على سبيسيفيك تمبريتشر، يعني هي الماكسيمم كونسنتريشن او الماكسيمم ساتوريتد كونسنتريشن. هلا البي اتش احيانا بيغير عنا في السوليبيليتي، لانه بعض الدراجز بيكونوا ايونايزبل، ويكلي اسيديك دراجز او ويكلي بيسيك دراجز بقدر اشتغل عليهم من ناحيه البي اتش، لانه البي اتش بتغير في الايونايزيشن ستاتس تبعتهم، فبالتالي ممكن تاثر على السوليبيليتي تبعتهم في الاكيوس ميديا، وبالتالي تزيد الساتوريشن او سوري تزيد السوليبيليتي والكونسنتريشن افيلبل في السوليوشن. هلا هون حاطين لجدول انه تصنيف للدراج سوليبيليتي ديسكريبتيف، يعني كلاسيفيكيشن، مثلا according to part of solvent required for dissolving one part of solute. فالvery soluble drug بحتاجه اقل من part واحد من solvent عشان to be dissolved. البراكتيكالي insoluble اكتر من 10,000 part من solvent بحتاج لحتى يدوب one part of the solute. وبالتالي هاي variation، يعني هاد بس descriptive classification زي ما حكينا، وهذا في الفارماكوبيا موجود، يعني عندنا مش انه مثلا كالكوليشن، لا هذا بس descriptive classification.
هلا الاكيوس سوليبيليتي لها اسينشال رول في البي افيلابيلتي اوف اورال دراج فورميليشن. حكينا انه هي بتكون ديسولوشن ليميتد او مش ديسولوشن ليميتد. ذير از استابليشد كلاسيفيكيشن نيملي اللي هو باي فارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن سيستم اللي هو عندنا هون. هون مصنفين احنا الدراج اكوردنج تو ذير سوليبيليتي اند بيرميابيلتي. حكينا تو ثينجز اور تو فاكتورز بياثروا على انه الدراج يعطيني الثيرابيوتيك افكت تبعه اللي هي يكون سوليبيليتي والبرميابيليتي. سوليبيليتي لانه لازم يكون ديزولف في الاكيوس ميديا فلازم يكون له سيرتن سوليبيليتي في الاكيوس ميديا. والبرميابيليتي برضه عالي لانه رح يمر من خلال المايكروفيلاي تبعت الانتستين رح يركب على الريسبتور تبع الممبرين على الاورجن اوف اللي يعطي اللي بيعمل عليه الافكت. فبالتالي لازم يكون هدول التو فاكتورز تقريبا في بالانس ما بيناتهم. فصنفوا الدراجز اكوردنج تو ذا تو ذير سوليبيليتي اند بيرميابيليتي في كلاسيفيكيشن سيستم. نبلش نحكي عنه. ديفايد دراج انتو كلاسز اكوردنج تو ذا سوليبيليتي اند بيرميابيليتي. ذا بي سي اس كلاسيفيكيشن كورليت ذا ان فيترو سوليبيليتي. ان فيترو زي ما حكينا هي كلينيكال مش الكلينيكال ستدي اللي هي بتكون في اللابس يعني مش داخل جسم الانسان هذيك ان فيفو ستدي. اند بيرميابيليتي تو ان فيفو bioavailability in vitro solubility and permeability to the in vivo bioavailability لأن لازم تمر حكينا في membranes والmembranes هاي بتكون عادة hydrophobic. soluble and permeable drug are class 1 مثل عندنا مثلا acetaminophen highly soluble highly permeable فيه solubility عالية فيه moieties في الكومباوند تعطيه solubility عالية بنفس الوقت فيه hydrophobic بارس من هذا الكومباوند بتساعد أن تكون هيدروفوبيك شوي أو فيها سيرتين هيدروفوبيسيتي فبيكون كلاس 1 هيدروفيلك هاي سوليبل هاي بيرميابل وهذا يعني الالتيميت جول لأنه أن يكون الدرج بكلاس 1. كلاس 2 دراجز ار بورلي سوليبل. هلا هون حكي انه سوليبل اند بيرميابل دراجز ار كلاس 1 drugs with oral bioavailability being limited by their ability to reach the absorption sites يعني فقط انهم يوصل الابزوربشن سايت هي الليميتيشن الوحيده غير هيك كسوليبيليتي وبيرميابيليتي ما في اي مشاكل ونفترض انهم يعني رح يوصلوا للاكتيف سايت تبعهم ويشتغلوا يعطوكوا الايفكت ففقط هاي هي الليميتيشن الوحيده اذا كان في مشاكل. class 2 drugs are poorly soluble but highly permeable through the GI intestinal tract or the gastrointestinal tract اللي هي GI مثلا عندنا الوارفارين جريزوفولفين فينيتوين هدول كلياتهم الدراجز لهم بيرميابيليتي عالية لأنه في الهيدروفوبيك بارت كبير لإلهم مقارنة في الهيدروفيلك بارت أو الأيونيزيشن مثلا تبعهم بيكون قليل فعشان هيك صنفناهم كلو سوليبيليتي هاي بيرميبل دراج. هاي بنقدر نحكي عنها الدراج إنها ليميتد باي ديسولوشن ريت الأبزوربشن ليميتد باي sorry, the solution status لهم. Meaning that their absorption is limited by the drug solubility. فبالتالي noise Whitney equation هم اللي بتكون فيها مشاكل تبعتهم أو هي اللي بتحكم كيف dissolution rate رح يكون لها وبالتالي كيف رح يكون absorption والtherapeutic effect تبعهم. هلا class 3 drug بالعكس لهم high solubility but low permeability يعني بيدوبوا في الاكيوس ميديا بشكل كبير وواضح لكن لما يجوا يعبروا الباريرز تبعت الجي اي بتكون عندهم مشاكل فبالتالي البي افيلابيلتي لهم ليميتد بالبارير او البروبرتيز للجي اي تبعتهم. عندنا كلاس اخر كلاس اللي هو كلاس 4 هدول يعني المشاكل كتير بتكون فيهم اللي هو low solubility poor permeable compounds ولهم solution limited وبرضه limited على solution limited للabsorption وبرضه كمان الabsorption فيه مشاكل لأن البيرميابيليتي تبعتهم قليل كتير أو ضعيف كتير. هلا الدراج class 2 اللي هي زي عندنا مثلا بحالتنا الميفيناميك أسد نقدر نحسن الفورميليشن تبعتها وبالتالي بقدر احسن او كان بي امبروفد السوليبيليتي باي ديفلوبينج ا سوتابل فورميليشن ديزاين يعني انا اغير بالفورميليشن احط معها مكونات اساعدها بانها تصير سوليبل. لكن كلاس 3 كلاس 4 ار موست لايكلي تو ريتيرن تو ذا ليد اوبتمايزيشن phase for the improvement of their PCB اللي هي physicochemical properties تبعتها يعني أغير في الكومباوند نفسه أحاول أركب عليه مثلا خلينا نحكي مثلا أجزاء أو بعض الموليكيولز اللي تساعد إنها تكون لها permeability عالية وصوليبلتي عالية مثلا في حالة class 4
فهاي نحن هنا بهاي الحالة اللو بيرميبل دراج نغير في الكومباوند نفسه عادة، يعني ما بنغير بالفورمولا، قد ما غيرت الفورمولا ما رح يتحسن البيرميبل تبعتهم، لأنها بتعبر بممبران بتكون الدرج نفسه هو الاكتنج، يعني هو اللي بده يكون المين انفلونس بانه يدخل على البارير، فبالتالي لازم نغير في الدرج نفسه، مثلا الايسايكلوفير، كابتوبريل، فورسامايد، هاي كلياتها دراجز لو سوليبل لو بيرميبل، فبغير فيها نفسها، يعني بتلاقوا مثلا موجوده عليها كومباوند ثاني او عليها موليكيولز ثانيه عشان تحسن البيرميبلتي تبعتها. هلا كيف السوليبلايزيشن؟ عندنا ديفرنت ميثودز لا انكريز، هلا نحن هون بندرس فقط كلاس 2 اللي هم الهاي بيرميبل لو سوليبل دراجز، بدنا نشتغل على ديفرنت ميثودز او ديفرنت بروسيجرز اللي ممكن نحسن من خلالها السوليبلتي، من خلال تحسين الفورمولا تبعتها. اول شيء ممكن من خلال اضافه الكوسولفنتس، كوسولفنسي هيدروتروبزم، هي في هون طبعا عندنا في استراتيجي ديفرنت استراتيجيز لا انكريزنج السوليبلتي موجوده عندنا هون، complexation ionization و acting adding surface acting agent. الكوسولفنتس زي ما حكينا عن الايثانول، لما نضيف عليها سولفنت ثاني يساعد في تحسين ذائبيه هاي الماده خليها سوليبل اكثر. سولتس عندنا درسنا بالفيزيكا اللي هي solubilization of او increasing salt effect للبنزويك اسيد والصوديوم بنزويت، بنتذكر البنزويك اسيد كان إلي لو سوليبلتي في الأكيوس ميديا، وحكينا نستخدمه كبريزيرفاتيف، إذا بتحبوا ترجعوا للتجربة بتكون موجودة في نفس الشانل عندي على تحت اسم سولت إفكت أون سوليبلتي. سيرفاكتنت زي إضافة الكريتيكال مايسر، زي إضافة الـ في حالتنا كان صوديوم لرر سلفيت، برضو بتقدر ترجع للتجربة تشوفوا كيف أدشن أوف سيرفاكتنت بيزيد السوليبلتي تبعت بعض المواد. سايكلودكسترين عنا particle size reduction، هون بنزيد surface area available للsolubilization. lipid based system، بنكون مثلا حاطين معها مواد بتكون lipids تساعدها عنها تدوب في هاي الميديا. co-crystal amorphous solid dispersion، لانه عنا هاي من ضمن physical chemical properties للdrugs انه بعض الفورمز تبعتهم البوليمورفز للدرجز نفسه بيكون جاي بديفرنت ستراكشر، يعني يكون كريستالين ستراكشر او امورفس. امورفس معروف في الهاي سوليبلتي للهاي سوليبل فورم من البوليمورفيك سيستم. رح نشتغل او رح نحكي عن تقريبا تو ميثودز، مينلي تو ميثودز اللي هم الكوسولفنسي والبي اتش للاينايزابل دراج. Co-solvency in co-solvency mixing a permissible non-toxic organic solvent with water is the most common technique to enhance the aqueous solubility of drugs. درسنا كيف مرة الإيثانول كان co-solvent في الترنري سيستم لما عن بحالة الووتر مع الكلوروفورم، هذول كانوا completely immiscible مع بعض، لكن لما ضفنا عليهم إيثانول اللي هو acting as co-solvent لاحظنا شوي بلشت تصير certain immiscibility ما بيناتهم. نفس المبدأ عنا هون رح يشتغل إنه كيف الكوسولفنسي على different concentration بيعمل لي الانهانسمنت للسوليبلتي. عادة الكوسولفنسي اللي بنستخدمهم اللي هم الايثانول، بروبيلين جلايكول، هدول نون توكسيك، يعني اهم شيء يكونوا فيهم جليسرين، بوليثيلين جلايكول، بيجز اللي هم بيكونوا 200 300 400 يعني اكثر من صنف، وروم تمبريتشر اينك ليكويدز. طيب هاي الميثود الاولى. الميثود الثاني اللي هي سولت فورميشن، حكينا لما تكون مثلا الدراج اينايزابل ممكن انه اضيف عليها سولت يعمل انهانسمنت للسوليبيليتي لها. الدراج سبستانس اوف انهانس سيرتن سب اوبتيمال فيزيوكيميكال اور بايوفارماسيوتيك بروبرتيز ذات كان بي اوفركم باي بيرينج ا بيسك اور اسيديك دراج موليكول وذ ا كونتر ايون تو كرييت ا سولت. ذا بروسيس جيفن جيفز انهانسد سوليبيليتي اوف دراج ويتش كوز ريماركابل تشينج ان ذا بايوفارماسيوتيك كاركترستيك اوف بولي سوليبل اند بوري باي افيلبل دراج. هاي طريقة سهلة تقريبا من بتعديل خصائص الدراج بحيث اني اقدر اخليه افيلبل اكثر في البلاد من خلال اني يكون سولتي اضافه السولت عليه، بالتالي احوله لاينايزابل فورم. بنعرف انه الايونز سوليبيليتي تبعتها عاليه في
ال شو اسمه اكيوس ميديا، فبالتالي هيك بكون متجاوز اني انديزايرد بروبرتيز للبيرنت كومباوند. هلا بدنا نبلش في اول ميثود رح نحكي عنها اللي هي البي اتش موديفيكيشن. هلا في البي اتش موديفيكيشن نعتمد على انه الدرج يكون ايونايزبل عشان اقدر اضيفه في سوليوشن وبالتالي يتأين ويحسن خصائصه ويصير سوليبل او افيلبل اكثر في الاكيوس ميديا، يكون موجود كسوليبل فورم. طيب اول شيء لازم نعمله انه نحضر ديفرنت بفر سوليوشن بديفرنت بي اتش فاليوز عشان اقدر اشوف كيف تاثير تغيير البي اتش على السوليبلتي لهذا الدرج، كيف الكونسنتريشن بتغير لما اغير البي اتش بديفرنت فاليوز. هلا عندنا البي اتش موديفيكيشن رح نحضر اول شيء بفرز. هلا شو هي عندنا البفرز؟ البفرز هاي اللي رح يدوب فيها الدرج ويتأين ويعطينا الكونسنتريشنز مختلفه. اوكي هلا البفرز عندنا هي عباره عن solution that resists changes in pH when small quantities of an acid or alkaline is added to it. هي بتكون عباره عن solution مكونه من weak acid plus conjugate base weak base او weak base مع conjugate acid تبعها طبعا، يعني مثلا انه HCl او بيكون عندنا مثلا خلينا نحكي ويك اسيد اللي هو البنزويك اسيد الكونجوجيت بيس البيس تبعته اللي هو صوديوم بنزويت مثلا، وويك بيس بيكون عندنا مثلا H4Cl الكونجوجيت اسيد تبعه اللي هو مثلا مع ال NH4OH اللي هو سترونج سترونج ويك بيس مع الكونجوجيت اسيد تبعه اللي هو NH4Cl. طيب نشوف كيف مبدأ عمل البفر. مثلا نفترض انه عندنا هذا البفر محضر من الويك اسيد والكونجوجيت بيس تبعه، مثلا ويك اسيد اللي هو HA بتفكك بهي الطريقه ل H بلس زائد A ماينس. طيب هلا هذا البفر مصمم بديزاين انه يقدر يقاوم اي سلايد تشينجز في، يعني يصير عليه سلايد تشينجز بالبي اتش لما اضيف على سترونج او اسيد او بيسز. مثال عندنا كيف، هلا هون عندنا حال زي ما حكينا ايكوليبريم ما بين الاسيد والكونجوجيت بيس تبعه. لو ضفنا مثلا اتش بلس مور اسيد سترونج اسيد على هذا السوليوشن اللي فيه هذا البفر، الايكوليبريم رح يصير شيفتنج تو ذا ليفت، رح يصير هون كميه زياده عندنا عاليه، فبالتالي الايكوليبريم رح تروح باتجاه الاتش اي بلس. هلا البي اتش متوقع يصير فيها ديكريز لما اضيف عليها سترونج اسيد، ديكريز بشكل كتير كبير. هلا لما راحت من H بلس وراح الإكوليبريم تو HA فبصفي الهيدروجين أيون كونسنتريشن بيزيد بس بشكل أقل من المتوقع. ليش؟ لأنه كل الكونسنتريشن راح بهذا، كل الإكوليبريم راح بهذا الاتجاه، فبالتالي عنا بصير إنه الكمية البي اتش سوري قيمة البي اتش راح تنزل بشكل أقل من المتوقع. This than the amount expected for the quantity of strong acid added. يعني أنا مثلا ضفت سترونج اسيد بيقلل البي اتش بمقدار مثلا 2 يونتس، لكن بسبب وجود البفر اللي عمل ايكوليبريم تو ذا ليفت عشان يزود كميه الاتش اي قلل الايكوليبريم قلل كم النقصان في البي اتش مثلا نقص بدرجه واحده، فهيك حافظ على انه يصير في سلايد تشينجز مش سترونج تشينجز. نفس الشيء اذا ضفت سترونج بيس على المعادله هون او على هذا السوليوشن على هذا الايكوليبريم الهيدروجين ايون كونسنتريشن بيقل بأماونت أقل من المتوقع for the quantity of the bases added. يعني شو اللي بيصير؟ الـ OH هنا بضيف عندي على السوليوشن بيصير الإكوليبريم بروح بهذا الاتجاه لأنه قلت كمية الـ H plus والـ A minus، فبالتالي الإكوليبريم رح يروح بهذا الاتجاه رح يزيد كمية الـ BH لكن بشكل أقل من المفروض يزيد لو كان ما في بفر عندنا. يعني رح يصير مثلا زيادة في البي اتش بدل مثلا ما تكون ب 3 يونت صارت ب 2 يونتس. ليش؟ لأنه صار في شيفتنج تو ذا رايت بسبب زيادة بوجود ال او اتش ماينس، زيادة بوجود ال سوري نقصان بوجود ال اتش بلس لأنها راحت مع ال او اتش ماينس، فبروح بهذا الاتجاه الإكوليبريم ستيتس
وبالتالي بيقلل من بصير كمية الـ HA بتزيد، يعني بتروح بتأين أكتر بتأين أكتر، وبالتالي بتقلل من كمية الـ increasing في الـ pH units بأقل من المفروض لو ما كان في عندي pH، سوري ما كان في عندي buffer. فبالتالي to sum up عندي HA بتتأين ل A minus و H plus، ضفت عليها H plus زيادة، هاي ال H plus زيادة رح يصير الكونسنتريشن تبعها عالي هون، فالإكوليبريم رح يروح باتجاه ال HA، فما رح يكون الإفكت تبع زيادة لأنه هذا weak acid وهذا strong acid، زيادة نقصان في ال pH رح تكون أقل، يعني الإفكت تبع ال weak acid على ال pH بيكون أقل من ال strong acid، فرح تقل ال pH لكن بمقدار أقل من المفروض لو ما كان في عنا بفر. زدت OH minus فرح تروح بهذا، رح تروح تتفاعل مع مثلا H plus، الإكوليبريم رح يروح بهذا الاتجاه بسبب نقصان كمية ال H plus وزيادة ال HA بالنسبة للإكوليبريم، وبالتالي بيصير في عنا زيادة في ال H plus بتعادل، مش بتعادل يعني بتكون أقل من الكمية اللي مفروض يزيد عليها ال pH لو ما كان في عنا بفر. هذا بشكل عام مبدأ عمل البفرات إنه كيف تشتغل وهذا يورك. هلأ عشان نعمل بفر عندنا سيستم نحضره، في عنا شروط لازم يكون عنا. أول شيء to make a buffer you must have a compound that has a pKa around the pH you are working on، يعني أنا عم بشتغل على pH 8، البفر اللي بدي أضيفه لازم تكون ال pH تبع، لازم تكون ال pKa تبعته مثلا pH 8، لازم تكون ال pKa تبعت هذا البفر plus or minus 1 unit من ال pH. يعني يا اما بشتغل على بفرات، هذا كيف بختاره، لازم تكون ال pKa تبعته من 7 سوري من 6 لا سوري 6 7 سوري لا 9 لانه 8 عندنا، لازم تكون بلس ماينس 1 يونت، لازم تكون فيري كلوز تو بي اتش. ليش؟ لانه بده يحافظ على بي اتش 8، بده يمنعها من الزياده او النقصان بشكل كبير او بشكل دراماتيك، فبالتالي لازم تكون البي كي اي قريبه من البي اتش اللي بدي اشتغل عليها عشان يحافظ عليها. ثاني شرط عندنا يكون الكونسنتريشن للبفر بدنا نحدده ويكون sufficient عشان يقدر يستوعب الـ changes في الـ pH values اللي عندنا. فبالتالي أول شيء بدي انتبه على نقطة الـ pH البفر اللي بشتغل الـ pH solution للسولوشن بشتغل عليه، وأكوردنج اللي بشتغل بس بختار البفر اللي بحتاجه أكوردنج للـ pKa تبعته. ثاني شيء بدي أحدد الـ concentration للسولوشن أو سوري للبفر اللي بدي أشتغل عليه عشان يشوف قديش الـ الـ resistance بالـ changes الـ pH بدي أشتغل عليها. أوكي هلأ إذا الـ pH عنا متوقع أنها تقل خلال عملية الشغل مثلا، بنختار بفر يكون الـ pKa تبعه أقل من الـ pH اللي عم نشتغل عليها عشان إذا قلت ما تقل بمقدار كبير، وإذا الـ pH متوقع أنها تزيد بزيادة بخلال الشغل في خلال العمل نختار بفر إلى الـ pKa تبعته أعلى شوي من الـ pH عشان to resist increasing in pH value. أوكي هلأ بعد ما أقرر الـ total buffer concentration اللي بدي إياها لازم أعمل adjusting للratio ما بين الـ protonated والـ unprotonated form اللي هم مثلا weak acid والـ conjugate تبعه HA مع الـ HA مع الـ A- قديش الـ قديش الـ ratio ما بيناتهم. هذا الحكي أنا بقرر لأنه رح أضيف HA ورح أضيف A- حكينا هم تكون من weak acid conjugate أو weak base زائد conjugate. طبعا weak base زائد conjugate اللي هي بتكون A- تعطينا OH سوري A عندنا بتعطينا ب OH- زائد HA plus بتكون هاي strong ال weak base وهي الكونجوجيت أسد تبعه بيكون strong. أوكي فأنا لازم أحدد النسبة البروتونيتد للأمبروتونيتد فورم عنا عشان أقدر أشوف بالضبط قديش الأماونت اللي بيضيفها من هذا ومن هذا عشان أعرف البفر عشان أوصل للبفر اللي بدي إياه ببي اتش فاليو اللي بشتغل عليها. طيب
هلا في عنا طريقتين لنعمل البفر. هنحكي بس هنا having decided the total buffer concentration نحدده according طبعا لل desired anion strength ولل capacity required لهذا البفر. You must adjust the ratio of protonated and unprotonated form of the buffer in your solution to give the desired pH. Typically, buffer are composed زي ما حكينا of weak acids their salts أو weak bases with their conjugates اللي هم salts تبعتهم. If the protonated form is uncharged, it's an acid. اللي هو زي بحالتنا مثلا HA كان البروتونيتد form ما كان charged معناته هذا بيكون acid like acetic acid. And it's the and its unprotonated form is charged. أو رح يكون أكيد charged لأنه الصول تبعه اللي هو الصوديوم أسيتات. هلأ في عنا هنا كمان إذا كان the unprotonated form is uncharged فمعناته هو بتكون base هون بيكون weak base والprotonated form is the salt تبعه. أوكي مثلا زي stress HCl. اوكي الان لتحضير البفر عندنا اكثر من طريقه براكتيكال مستخدم لتحضير هذا البفر. اول شيء السمبل بسلو ميثود هي طريقه بدائيه. كيف بتعتمد على كيف بنعملها؟ هلا اذا مثلا في حاله اسيد وكونجوجيت بيس بضيفهم على ووتر بدوبهم بتقريبا 60% من المي وبقيس البي اتش. نفترض مثلا البي اتش المطلوبه كانت 5. نحن البي اتش اللي المطلوبه منا البي اتش المطلوبه منا 5 والبي اتش اللي نحن عليها تقريبا 4 او 3. بعمل ادجستمنت للبي اتش يوزنج سترونج اسيد زي الان اي او اتش مثلا عشان يعمل مره واحده انه يرفع البي اتش بطريقه كويسه ويرفع بطريقه انه كبيره. لكن اذا مثلا بدي احضر بيس ويك بيس والسولت بضيفهم بضيف عليهم 60% من الووتر مطلوب منها عشان ادوبهم. بعدين ببلش اعمل ادجستمنت في البي اتش وصلت للبي اتش المطلوبه بروح بعمل up to volume بالووتر وبشيك على البي اتش مرة أخيرة to correct if necessary. وبعدين بهيك بتحضر عندنا solution. هلا هي كشرح سهل أو كحكي سهل إنك تضيف أسيد والسول تبعه أو بيس والسول تبعه وبعدين نضيف 60% من المي بعدين نعمل adjustment للبي اتش ونعمل بعدين up to volume. لكن مشكلتها ببراكتيكال كتير صعبة. ليش؟ لانها هاي طريقه كتير بطيئه لما نيجي نعمل ادجستمنت في البي اتش في البي اتش للان او اتش للاتش سي ال. يعني ممكن نحتاج كميه اسيد كبيره لنقلل البي اتش او ممكن نحتاج كميه بيس كبيره للبي نزيد البي اتش. فبالتالي مثلا لو كان عندنا الاسيد الاتش سي ال كان كونسنتريشن عالي ل 12 مولر اللي هو يعني الستوك سوليوشن للاتش سي ال 12 مولر. إذا ضفت نقطة واحدة على السوليوشن ممكن بسهولة إنها تنزل البي اتش بطريقة دراستيكال يعني إنه مرة واحدة تنزل البي اتش. ونفس الشيء في حالة الان او اتش إذا كان very concentrated سهل كتير أعمل overshooting للبي اتش المطلوب منها. في طيب ممكن في هاي الحالة حدا يقول إنه أخفف ال HCl أو أخفف ال ان او اتش. المشكلة الثانية اللي بتطلع عنا إنه ممكن بسهولة أعمل overshooting للفوليوم. فبالتالي بغير في الأيونيك سترينث ما بنقدر نعرفها وبالتالي كمان لما أزيد ألعب بالبي اتش حرارة السوليوشن نفسها بتتغير وهذا بيأثر على قيم البي اتش لأن البي اتش affected by temperature. وبالتالي هاي مشاكل الطريقة الأولى إنه سهل أعمل overshooting للبي اتش إذا كان concentrated acid or base وسهل أعمل overshooting للفوليوم في حال كان diluted acid or base. وبالتالي وموضوع التجربة إنه أحط أضيف أو أدقيس أضيف أو أدقيس مش very simple. You cannot predict the way how the solution will act upon adding the H, the strong acid or strong base. يعني النقطة مش مدروسة بشكل كتير كبير إنه أحكي نقطة واحدة أو مل واحد بزيده رح يزيد ال pH بالطريقة مدروسة بهذه القيمة مثلاً. وبالتالي هاي الطريقة صعبة to decide ال pH المطلوبة منا أو to decide ال buffer concentration or buffer pH المطلوبة منا. الطريقة الثانية اللي هي عادة تستخدم المنتالي تاكسينج ميثود. هلا في المنتالي تاكسينج ميثود بستخدم البي كي اي تبعت السوليوشن اللي عنا تبعت البفر تبعنا مثلا ويك اسيد ويك بيس سوري ويك اسيد والكونجوجيت تبعه او ويك بيس والكونجوجيت تبعه. بحسب قديش فعليا الاماونتس اللازمة اضافتها للوصول للديزاير بي اتش. تمام يعني من خلال البي كي اي معرفة البي كي اي للبفر بعد ما حددت طبعا شو هو البفر اللي بدي اياه بستخدم البي اي بي كي ال بالكالكوليشن والبي اتش اللي بدي اوصل لها وبحسب قديش اماونتس لازمه من الاسيد والكونجوجيت تبعه او البيس والكونجوجيت تبعه
to reach the specified or the desired pH. فهيك أنا ما بكون عندي مشاكل في إنه أضلني أعمل adjustment using strong or acid or base. أول خطوة لازم أعملها إني to decide the buffer properties. شو هم؟ أول شيء المولاريتي، لازم أحدد شو الكونسنتريشن اللي بدي أشتغل للبفر اللي بدي أشتغل عليه، وحكينا الكباستي تبعته هي بتلعب دور، الفوليوم اللي راح أشتغل عليه للسوليوشن كامل قديش، الديزايرد بي اتش 4 5 وات ايفر كانت، عشان اكوردنج تو ذا بي اتش بختار الابروبريت بفر تبعنا، سترونج اسيد سترونج سوري ويك اسيد او ويك بيس والكونجكتس تبعهم. هلا اختيارنا للبي اتش بيعتمد على سوري اختيارنا للبفر بيعتمد على البي اتش اللي عندنا. فمثلا في عندنا هون جدول، هلا في هذا الجدول اذا مثلا على بشتغل على بي اتش رقم 5، البست بفر بيكون الرينج بي كي اي تبعه من 4 ل 6، يعني بختار البفر يا اما اقل من 5 بيونت وحده او اعلى من 5 بيونت وحده. فمثلا نفترض انها نحن عم نشتغل في يونيت بي اتش اوف 3.5، then you can use 3.5 اقرب بي كي اي لها هي، نكبر الصوره، three point five يعني تقريبا الأستيك أسيد could work لأنها أعلى بيونت واحدة من 3.5. شو ممكن كمان في أقل منها؟ يعني في هذا الجدول عندنا الأسيتيك أسيد في حالتنا، إذا لقينا إشي مثلا أقل ممكن نختاره. في حالة البي اتش كان 7.4 ممكن نستخدم الفوسفوريك أسيد بـ second ionization status يعني هو H2BO4 minus مع HBO4-2 الأسيد والكونجوجيت بيس تبعه اللي هو مثالنا الدايهيدروجين فوسفات such as بوتاسيوم فوسفات مونوبيسك، والHBO4-2 اللي هم السول تبعه هيدروجين فوسفات such as بوتاسيوم فوسفات دايبيسك. أوكي، فهاي هيك بنكون قررنا شو البفر المناسب لإلنا within one unit of within one pH unit اللي بنشتغل عليها. تمام، هلا بعد ما قررنا شو الاسد او شو البفر المناسب لنا وشو السولتس تبعتنا المناسبه اكوردنج تو ذا بي اتش والبي كي اي تبعتهم، ببلش احدد الريشيو الاسد للبيس اللي هي مثلا الاسيتيك اسيد للاسيتيت الكونجوجيت بيس تبعه، وحسب هاي الريشيو بضيف كميات او الاماونتس المطلوبه مني لحساب تحضير البفر المطلوب بالبي اتش معينه. هلا الريشيو للاسيد والبيس بنحددها من خلال معادله هاندرسون هاسلباخ ايكويشن. هاندرسون هاسلباخ ايكويشن شو بتحكي لنا؟ مثلا لو كان البي اتش او لو كان البفر اسيدك، يعني اسيد بفرز ويك اسيد وكونجكت بيس تبعه، عندنا اتش اي ابون اكوليبريم راح يصير اتش بلس او اتش 3 او بلس هيدرونيوم ايون بلس اي ماينس الكونجكت بيس تبعه. ال K اللي هي الإكوليبريم كونستانت عبارة عن ال products على الرياكتنس، ال products هم عن الهيدرونيوم أيون وال A minus ال concentration بعدين على ال concentration لل weak acid. ضفنا logarithm للمعادلتين عشان نطلع ال pH لإلنا، فصفت عنا حسب ترتيب المعادلة. خليني أحطها على ورقة تانية عشان نشوف كيف عملناها. Ka بتساوي H3O plus A minus على HA. هلا ضفت لها كلياتها لوك فصارت لوغاريتم Ka زائد بتساوي لوغاريتم H three O plus هي نفسها ال pH، P يعني هون لوغاريتم، لوغاريتم Ka هون هو نفسه ال pKa، هون زائد نضرب تحول زائد لوغاريتم ال A minus على ال HA.
المرة الثانية نعمل مرة المعادلة pKa بتساوي pH زائد لوغاريتم h سوري a minus على ال h plus h a سوري. ترتيب المعادلة عشان نخلي ال pH هي موضوع القانون. pH بتساوي pKa. أوكي، الآن لتحضير البفر عندنا أكثر من طريقة براكتيكال مستخدم لتحضير هذا البفر. أول شيء السمبل بس لو ميثود، هاي طريقة بدائية. كيف بتعتمد على كيف بنعملها؟ هلا إذا مثلا في حالة أسيد وكونجوجيت بيس بضيفهم على ووتر، بدوبهم بتقريبا 60% من المي، بقيس البي اتش. نفترض مثلا البي اتش المطلوبة كانت 5، نحن البي اتش اللي المطلوبة منا البي اتش المطلوبة منا 5، والبي اتش اللي نحن عليها تقريبا 4 او 3. بعمل ادجستمنت للبي اتش يوزنج سترونج اسيد زي الان اي او اتش مثلا، عشان يعمل مره واحده انه يرفع البي اتش بطريقه كويسه ويرفع بطريقه انه كبيره. لكن اذا مثلا بدي احضر بيس ويك بيس والسولت بضيفهم، بضيف عليهم 60% من الووتر مطلوب منها عشان ادوبهم، بعدين ببلش اعمل ادجستمنت في البي اتش. وصلت للبي اتش المطلوبه، بروح بعمل up to volume بالووتر، وبشيك على البي اتش مرة أخيرة to correct if necessary. وبعدين بهيك بتحضر عندنا solution. هلا هي كشرح سهل أو كحكي سهل إنك تضيف أسيد والسول تبعه أو بيس والسول تبعه، وبعدين نضيف 60% من المي، بعدين نعمل adjustment للبي اتش، ونعمل بعدين up to volume. لكن مشكلتها ببراكتيكال كتير صعبة. ليش؟ لانها هاي طريقه كتير بطيئه لما نيجي نعمل ادجستمنت في البي اتش، في البي اتش للان او اتش للاتش سي ال. يعني ممكن نحتاج كميه اسيد كبيره لنقلل البي اتش، او ممكن نحتاج كميه بيس كبيره للبي نزيد البي اتش. فبالتالي مثلا لو كان عندنا الاسيد الاتش سي ال كان كونسنتريشن عالي ل 12 مولر، اللي هو يعني الستوك سوليوشن للاتش سي ال 12 مولر، إذا ضفت نقطة واحدة على السوليوشن ممكن بسهولة إنها تنزل البي اتش بطريقة دراستيكال، يعني إنه مرة واحدة تنزل البي اتش. ونفس الشيء في حالة الان او اتش، إذا كان very concentrated سهل كتير أعمل overshooting للبي اتش المطلوب منها. في طيب ممكن في هاي الحالة حدا يقول إنه أخفف ال HCl أو أخفف ال NaOH. المشكلة الثانية اللي بتطلع عنا إنه ممكن بسهولة أعمل overshooting للفوليوم، فبالتالي بغير في الأيونيك سترينث ما بنقدر نعرفها، وبالتالي كمان لما أزيد ألعب بالبي اتش حرارة السوليوشن نفسها بتتغير، وهذا بيأثر على قيم البي اتش لأن البي اتش affected by temperature. وبالتالي هاي مشاكل الطريقة الأولى، إنه سهل أعمل overshooting للبي اتش إذا كان concentrated acid or base، وسهل أعمل overshooting للvolume في حال كان diluted acid or base. وبالتالي وموضوع التجربة إنه أحط أضيف or دقيس أضيف or دقيس مش very simple. You cannot predict the way how the solution will be will act upon adding the H the strong acid or strong base. يعني النقطة مش مدروسة بشكل كتير كبير، إنه أحكي نقطة واحدة أو مل واحد بزيده رح يزيد ال pH بالطريقة مدروسة بهذه القيمة مثلاً. وبالتالي هاي الطريقة صعبة to decide ال pH المطلوبة منا أو to decide ال buffer concentration وال buffer pH المطلوبة منا. الطريقة الثانية اللي هي عادة تستخدم المنتالي تاكسينج ميثود. هلا في المنتالي تاكسينج ميثود بستخدم البي كي اي تبعت السوليوشن اللي عنا، تبعت البفر تبعنا، مثلا ويك اسيد ويك بيس، سوري ويك اسيد والكونجوجيت تبعه او ويك بيس والكونجوجيت تبعه. بحسب قديش فعليا الاماونتس اللازمة اضافتها للوصول للديزاير بي اتش. تمام، يعني من خلال البي كي اي، معرفة البي كي اي للبفر بعد ما حددت طبعا شو هو البفر اللي بدي اياه، بستخدم البي اي بي كي ال بالكالكوليشن والبي اتش اللي بدي اوصل لها، وبحسب قديش اماونتس لازمه من الاسيد والكونجوجيت تبعه او البيس والكونجوجيت تبعه تو ريتش ذا سبيسيفايد اور ذا ديزايرد بي اتش. فهيك انا ما بكون عندي مشاكل في انه اضلني اعمل ادجستمنت يوزنج سترونج اور اسيد اور بيس. اول خطوه لازم اعملها اني تو ديسايد ذا بفر بروبرتيز. شو هم؟ اول شيء المولاريتي، لازم احدد شو الكونسنتريشن اللي بدي اشتغل للبفر اللي بدي اشتغل عليه، وحكينا الكباستي تبعته هي بتلعب دور. الفوليوم اللي راح اشتغل عليه للسوليوشن كامل قديش، الديزايرد بي اتش 4 5 وات ايفر كانت، عشان اكوردنج تو ذا بي اتش بختار ابروبريت بفر تبعنا سترونج اسيد سترونج سوري ويك اسيد او ويك بيس والكونجوجيتس
تبعونهم. هلا اختيارنا للبي اتش بيعتمد على سوري اختيارنا للبفر بيعتمد على البي اتش اللي عندنا. فمثلا في عندنا هون جدول، هلا في هذا الجدول اذا مثلا على بشتغل على بي اتش رقم 5، البست بفر بيكون الرينج بي كي اي تبعه من 4 ل 6، يعني بختار البفر يا اما اقل من 5 بيونت واحدة او اعلى من 5 بيونت واحدة. فمثلا نفترض انها نحن عم نشتغل if you need a BH of 3.5 then you can use 3.5. اقرب بي كي اي لها هي، نكبر الصورة، يعني تقريبا الاستيك اسيد كود ورك لانها اعلى بيونت واحدة من 3.5. شو ممكن كمان في اقل منها؟ يعني في هذا الجدول عندنا الاسيتيك اسيد في حالتنا. اذا لقينا شيء مثلا اقل ممكن نختاره. في حالة البي اتش كان 7.4 ممكن نستخدم الفوسفوريك اسيد بي سكند ايونايزيشن ستاتس، يعني هو H2BO4 ماينس مع HBO4 ماينس 2 الاسيد والكونجوجيت بيس تبعه اللي هو مثلنا الدايهيدروجين فوسفات such as بوتاسيوم فوسفات مونو بيسك، والHBO4 ماينس 2 اللي هم السول تبعه هيدروجين فوسفات such as بوتاسيوم فوسفات داي بيسك. اوكي، فهاي هيك بنكون قررنا شو البفر المناسب لنا within one unit of within one BH unit اللي بنشتغل عليها. تمام، هلا بعد ما قررنا شو الاسد او شو البفر المناسب لنا وشو السولتس تبعتنا المناسبه according to the pH والبي كي اي تبعتهم، ببلش احدد الريشيو الاسد للبيس اللي هي مثلا الاسيتيك اسيد للاسيتات الكونجوجيت بيس تبعه، وحسب هاي الريشيو بضيف كميات او الاماونتس المطلوبه مني لحساب تحضير البفر المطلوب بالبي اتش معينه. هلا الريشيو للاسيد والبيس بنحددها من خلال معادله هاندرسون هاسلباخ ايكويشن. هاندرسون هاسلباخ ايكويشن شو بتحكي لنا؟ مثلا لو كان البي اتش او لو كان البفر اسيدك، يعني اسيد بفر ويك اسيد وكونجكت بيس تبعه، عندنا اتش اي ابون اكوليبريم راح يصير اتش بلس او اتش 3 او بلس هيدرونيوم ايون بلس اي ماينس الكونجكت بيس تبعه. الـ KA اللي هي الإكوليبريم كونستانت عبارة عن البرودكتس على الرياكتنس، البرودكتس هم عن الهيدرونيوم أيون والـ A- الكونسنتريشن بعدين على الكونسنتريشن للويك أسيد. ضفنا لوغاريتم للمعادلتين عشان نطلع الـ pH لإلنا، فصفت عنا حسب ترتيب المعادلة. خليني أحطها على ورقة تانية عشان نشوف كيف عملناها. كي اي بتساوي اتش 3 او بلس اي ماينس على اتش اي اللي هو هون. تمام، هلا بناخذ اللوجلو انتاير اكويجن بنعمل ري ارانجمنت. صفي لوغاريتم كي اي تساوي لوغاريتم اتش 3 او بلس هي نفسها عباره عن اتش بلس زائد لوغاريتم الاي ماينس على الاتش اي. طبعا الاي ماينس هي بس الكونجوجيت بيس والاتش اي هو الاسيد. حكينا اف ذا بروتونيتد فورم از انشارجد معناته هذا بيكون اسيد. يعني هذا اذا مثلا جبت لكم معادله بالامتحان وفرجيتكم كيف انه البروتونيتد فورم كانش ما كان عليه تشارج معناته هذا اسيدك بفر، اذا كان الامبروتونيتد فورم ما عليه تشارج بيكون بيسك بفر. ممكن نعمل ري ارانجمنت للمعادله نكتبها بطريقه ثانيه اللي هي ماينس بي كي ال، لانه البي هي عباره عن ماينس لوغاريتم، فماينس بي كي اي ايكوال ماينس بي اتش بلس لوغاريتم الكونسنتريشن للويك الكونجوجيت بيس على الويك اسيد.
rearrangement للمعادلة عشان نخلي pH لحالها، فبتصفي pH equal pKa plus logarithm ال H sorry ال A minus على ال HA. هلا التركيز هون عنا بوحدة المولاريتي، هي المول بالمول بالليتر. فبالتالي هلا عنا بهذا الشكل عشان نستخدمها لتحديد الاماونت لهدول التو فورمز بالبفرات، بنعمل انتيلوج للمعادلة. فبتصفي عنا 10 to the power pH minus pKa equal concentration للبيس اللي هي الـ A minus على الـ concentration للأسد اللي هي الـ HA. من خلال هاي المعادلة الأخيرة بقدر أطلع بالضبط قديش الكميات عندي للأسد والconjugate base تبعها عشان أحدد الـ weights المناسبة أو أطلع الـ weights اللي بدي إياها لتحضير البفر. خلينا ناخذ مثال بس كيف بنحضر بفر. إذا إجانا سؤال قديش الـ quantities للأسد وللبيس بتحضير بفر إلى حجم هالقد إلى concentration هالقد. نفترض كان لنا سؤال prepare a 500 ml solution بفر، يعني الفوليوم عندنا 500 ml of 0.1 molar بفر concentration equal 0.1 molar with a pH equal 5. ممكن نطلع على الجدول نحن نشوف اللي قبل شوي كنا نشتغل عليه انه انا افضل بفر مناسب لهذا السيستم، او ممكن من نحدده بالسؤال نعطي البي كي اس دايركتلي، بس عاده انه بنحط جدول ونخليكم انتم تختاروا اكوردنج تو. طيب مثلا نفترض انه اخترنا الاسيتيك اسيد وذا بي كي اي اوف 4.74. نيجي لمعادلة هندرسون هاسلباخ إكويجن اللي بتساوي تركيز البيس على تركيز الأسد equal to 10 to the power pH ناقص البيكي. هلا pH عنا حكينا 5، بيكي 4.74، فالكونسنتريشن بصفي أو بتصفي القيمة عنا على 5 to the power 0.25، فالتركيز بيكون HA minus over HA equal to 1.77. هلأ التركيز هون عبارة عن على مول over volume بالليتر، والفوليوم لبوث كومبوننتس للبفر نفسه. فممكن اذا بدنا نعمل نبسط المعادله اكثر بنحكي مولز نمبر اوف مولز اوفر فوليوم على نمبر اوف مولز مثلا A minus on HA اوفر فوليوم بالليتر، سنس ان الفوليوم نفس الشيء بتروح هاي مع هاي 1.77. فبصفي عندنا number of mole of A minus equal 1.77 number of mole لل HA أو للأسد. هاي أول معادلة عندنا رح تكون. هلا معطينا معلومة تانية إن total concentration equal 0.1 molar والvolume النهائي نص لتر، فالمعادلة المولاريتي بتساوي moles over volume. total concentration عنا 0.1 مولر والمولز هنا اللي هي من مولات اللي جاي للأسد والمولز اللي جاي للبيس، لأنه هذا total concentration final concentration للسوليوشن اللي عنا. فnumber of mole لل A minus زائد number of moles of HA على volume بالليتر كان 0.5 لتر. فبتصفي عنا المعادلة لما نعوض هاي التانية، بنعوض هاي في هاي number of mole of A minus بتساوي هالقد، فبحكي 0.1 في 0.5 عنا عبارة على عن 0.05 تساوي
HA plus 1.77 HA. بالتالي بتصفي HA equal to number of moles 0.018. تمام؟ number of moles بطلع منهم الماس تساوي number of moles في المولكيولر ويت point 018 في 60.05 جرام بير مول وبتساوي 1.08 جرام اوف اسيتيك اسيد. طيب للاي ماينس بنعوض باي معادله سواء هاي او هاي من فضل الاولى number of a minus بتساوي 1.77 مضروبة في النمبر اوف مولز ال HA اللي هي 0.018 وتساوي 0.0319 مولز. الأمونت سلا للA ماينس بتساوي ماس سوري الماس للA ماينس بتساوي المولز في المولكيولر ويت الاي ماينس. الاي ماينس عندنا هون حكينا اللي هي صوديوم اسيتات، بحدد الاسيد وبحدد الكونجوجيت بيس تبعه السولت از سولت فورم، يعني هو مش بنزويت لحاله، لا هو صوديوم بنزويت، فبحدد للصوديوم بنزويت قديش المولكيولر ويت تبعه 82.03 بيطلع لنا 2.62 جرامز هاي للاي ماينس. فطلعنا الماسز للبوث الاسيتيك اسيد والكونجوجيت بيس اللي هو الصوديوم اسيتات وبالتالي بيصير عندنا قديش عندنا اماونتس موجوده بقيسهم بعمل بروح على البالانس وبقيس قديش الكميات المطلوبه عندي بحطهم ب في 500 ml volumetric flask بدوبهم شويه ووتر بعدين بعمل اب تو فوليوم بالدستلد ووتر هيك بضمن انه البي اتش عندي تكون 5 لهذا البفر سيستم وتكون ما بحتاج بالعاده ما بحتاج اعمل ادجستمنت في سترونج اسيد او بيس لانه مره واحده ممكن يعمل اوفر شوتنج للبي اتش وارجع ل ستارتنج بوينت تبعتي. اوكي هلا بالاكسبيرمنتال بارت اوكي في عنا هذا الجدول هون البروسيجر بدنا نعمل كالكوليشن تو ميك 100 ml 0.1 مولر اوف ذا فولوينج بافرز اسيتات بافر تايب استيك اسيد وصوديوم اسيتات فوسفات بتروحوا ايش البي اتش المناسب اللي بتختار عندنا لانه اكثر من نوع فوسفات عندنا شوف كم فوسفوريك اسيد عندنا اكوردنج للبي اتش اللي بيشتغل عليه مثلا 7.4 وايش كمان و6 و8.2 نفسه رح تشتغلوا عليه نفس نوع ال buffer system اللي هما بالبروسيجر عندنا بوتاسيوم داي هيدروجين أورثوفوسفات داي صوديوم هيدروجين فوسفات عشان نطلع المولكيولر ويت تبعهم عشان نحسب قديش بالجرامز الجدول مطلوب منا كقيم لل HA وال A minus. أوكي هلا هيك تقريبا كثيوريتيكال بارت شبه انتهى، يعني ما في اديشنال انفورميشن كثيره. اللي بعده بيكون بالبراكتيكال بارت، لكن بدي انبه على شغله. لما نيجي نعمل هنا كاليبريشن كيرف بدنا ننتبه ل الكونسنتريشن اللي حضرنا لانها مش مذكوره هون فرح امشي معكم فيها خطوه خطوه. حضرنا 100 ml اسيتات بفر من 3 و4 و5 وبفوسفات بفر 6 و8 و2 و7 و4. البروسيجر الباقي نفسها انه ضفناهم لفلاسك 50 مل منهم ضفنا عليهم استيك ميفينامك اسيد اللي هو الدرج تبعنا شيكينج فور 15 مينتس وابزرفيشن فلتر ذا ميكستشر بعدين قسنا اليو في ابزوربنس واذا احتاجنا ديليوشن عملنا بالديليوشن بالان اي او اتش
طيب construct a calibration curve of a drug in 0.1 molar NaOH. الكاليبريشن كيرف زي ما ذكرنا من قبل في التجارب الماضيه انه الكاليبريشن كيرف الهدف منه اعرف الابزوربتيفيتي وكون محضره ستاندرد سوليوشن كونسنتريشن معروف لكن اطلع الابزوربتيفيتي من هاي الستاندرد سوليوشن لانه الميفينامك اسيد مش معروف قديش الابزوربتيفيتي تبعته على لمده معينه فمن لان الكونسنتريشن مش معروف فبالتالي بحضر سوليوشن الكونسنتريشن تبعها معروف بعمل كونستراكشن لكاليبريشن كيرف. هلا الستوك سوليوشن عندنا رح يكون 0.002% weight per volume of mefenamic acid in NaOH 0.1 molar NaOH. تمام. هلا هذا اول شيء شو رح اعمل؟ رح ادوب 0.002 mefenamic acid في volumetric flux 100 ml بدوبها فيه بعدين بعمل up to volume في ال NaOH. هلا هي بتدوب في ال NaOH اوكي. طيب هذا الكونسنتريشن الاول. الثاني رح يكون التركيز تبعه 0.001% weight per volume. الكونسنتريشن الثالث رح يكون 0.005% weight per volume. والرابع رح يكون 0.001% weight per volume. هدول ما بحضرهم برضو لحال. ليش سمينا هاد الستوك؟ لأنه فعليا احنا من الستوك عم نسحب. يعني الستوك سمي بهذا الاسم لأنه احنا عم نسحب منه مش لأنه هو ما بيشتغل على كالبريشن كيرف. لا هو أول سوليوشن بالكالبريشن كيرف هو الموست كونسنتريتد أصلا. نبلش نسحب منه ونخفف. طيب كيف بدي أخفف؟ حسب كيف. هلا هون حضرنا حكينا 0.002% weight per volume ميفينامك أسد. هلأ كل ما نزلت تحت في الفاليوز لاحظوا إنه بتصير 4 decimal places إنه عم بشتغل عليها. صعب إنه ألاقي بالانسي يسلي 4 decimal places فبشتغل من الستوك سوليوشن بحضر منه نفسه. فبقول C1 V1 C2 V2 C1 عنا الـ concentration الستوك 0.002 في V1 معروف مش معروف قديش دي أسحب منه. C2 اللي هي 0.001 في V2 فوليوم النهائي عندنا كان 10 ml. اخترنا يعني أقل فوليومتريك فلاسك. V1 بتساوي بهاي الحالة 5 ml. شو يعني هذا الحكي؟ يعني رح أسحب من الستوك سوليوشن 5 ml up to 10 ml ب NaOH. بعمل هيك up to volume بال NaOH وبالتالي بوصل للconcentration هاد. نفس الشي هون من هاد الستوك بسحب كمية مطلوبة C2 V2 C1 0.002 V1 مش معروفة. C2 بتساوي 0.5 في V2 برضو 10. تطلع عنا هنا V1 equal to 2.5 ml. بس حب 2.5 ml من الستوك سوليوشن وبعمل up to volume 10 ml ب NaOH. نفس الميثود هون C1 V1 C2 V2 C1 عنا 0.002 V1 مش معروفة. C2 اللي هي 0.001 في V2 اللي هي 10. V1 رح تطلع عنا هنا 2.5 ml. sorry 0.5 ml up to volume B NaOH. فهذا هو الكاليبريشن concentration اللي عنا رح يكون of mefenamic acid في sodium hydroxide. الابزوربنس بطلع بعمل بعدين بلوت ما بين الابزوربنس بالكونسنتريشن الفاليوز اللي هي هاي وطلع عندي قديش المعادله. طبعا هون لازم نكون حكينا الواي انترسبت ايكوال 0 فبعمل تشيك على البوكس تبع الواي انترسبت بتكون عن المعادله واي ايكوال اي اكس اوكي. ونطلع الار سكوير فاليو نيمز اوف ايتش لاين في الكيرفز او اتش اكسس والاسم شو اسمه الكيرف اللي عندنا هنا. اخر شيء بطلع الابزوربتيفيتي. هاي الابزوربتيفيتي بستخدمها بحساب الكونسنتريشن تبع الميفينامك اسيد في الديفرنت بي اتش سوليوشن. يعني مثلا في بي اتش 3 معي ابزوربنس معينه, في بي اتش 4 معي ابزوربنس معينه, وهيك لأوصل لـ pH
8.2 طلع قيمة absorbance. بالabsorbance على بطلع الconcentration. الconcentration عنا عبارة عن absorbance equal A B C. concentration عبارة عن absorbance على absorptivity اللي هي طلعناها من السلوب هنا. بطلع الconcentration. هلا هذا الconcentration هو اللي بستخدمه في الكيرف إلا إذا كان في عنا dilution. في آخر عينة بتذكر إنه عملنا dilution لل 8.2 شو اسمه سامبل اللي هي ال pH 8.2 وخففناها من 1 ل 100 بالصوديوم هيدروكسيد. فباخد هون الconcentration رح يكون dilution لآخر عينة أو لأي عينة احتاجنا فيها تخفيف. concentration رح يكون diluted هنا بضربه في dilution factor بطلع الconcentration اللي بستخدمه في البلوت. فيفضل نعمل جدول نحط انه concentrated diluted. اذا ما عملنا لها dilution نحط زي space ونحط جنبها dilution factor ونحط بعديها الconcentrated concentration الحقيقي اللي هي بضروف dilution factor وبستخدمه في البلوت. هنا بحط بلوت ايش طالب عنا بلوت solubility versus buffer pH. نحط وطلع الكيرف تبعنا ونشوف انه افضل نقطه ونعملها ديسكشن انه وين كان فعليا احسن سوليبيليتي لإله. هذا في اول بارت من التجربه. ثاني بارت قريب من البارت الاول اللي هو الايفكت اوف كوسولفنت. اسهل كبروسيجر لانه ما بحط الديفرنت بافرز، لا هي فقط ايثانول بضيفه على الفوسفيت بافر بحسب الجدول. فاينل فوليوم بيكون عندنا 50 وبعدين بعمل ديليوشن لكل عينة. عندي في السوليوشن باخد 1 ملي بعد ما طبعا فلترتها باخد ملي 1 ملي ديليوتد up to 100 وبالتالي ديليوشن فاكتور عندنا عبارة عن 101 اللي هو 100x أو 100 times. بعمل ميجرينج للبيئة للأبزوربنس. أبزوربتيفيتي هي نفسها اللي بالبارت 1 تبع البي اتش لأنه على نفس اللمدة عم نقيس فما بتفرق الأبزوربتيفيتي. ونعمل نفس الشيء هون solubility versus الإيثانول concentration في volume per volume لأنه عنا سائل بسائل يعني كان في مثلا في العين الأولى صفر تركيز تبعه بعدين 5 في 50 بس بنحولها volume per volume يعني 5 لـ50 لـ100 ml قداش يعني هي الوحدة concentration اللي درسناها من قبل إنه قداش في volume بـ100 ml. وهيك بشوف برضو نفس الشيء أنه أفضل concentration أعطى أحسن solubility للميفيناميك أسد في هاي النقطة. هيك بيكون خلص theoretical part بشكل كامل. إن شاء الله لازم نحضر practical part عشان نفهم بالضبط كيف هاي الستبس صارت. ويعطيكم العافية.